بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استكمالا لجهود وأنشطة مجلسكم المجلس السعودي للجودة ضمن فعاليات الأسبوع 15 الوطني للجودة في المملكة العربية السعودية، وتماشيا مع فعاليات اليوم العالمي للجودة. هذا اليوم الذي يؤرخ أو يؤقت سنويا في الأسبوع الثاني من نوفمبر، يسرنا أن نرحب بكم حضورنا الكرام أجمل ترحيب في هذا المساء المميز، مساء الجودة، مساء التميز المؤسسي، مساء إرضاء العملاء. إرضاء العملاء أتوقع أنه هو الهدف الاستراتيجي لأي كيان، لأي منشأة، لأي قطاع، هو إرضاء المستفيدين من الخدمات المقدمة. في هذا المساء المبارك سنكون لمدة ساعة أو ساعة وربع في رحلة في محاضرة شيقة بعنوان تحسين الأداء المؤسسي عبر جمع وتحليل وتقييم العملاء المستمر رقمياً. حيكون عندنا حالة دراسية لصناعة سعادة العملاء وزيادة ولاء المنشأة. متحدثنا اليوم هو الدكتور محمد العميري، أحد خبراء الجودة والتميز والابتكار على مستوى المملكة العربية السعودية. حنستعرض سيرة ذاتية مختصرة للدكتور محمد. متحدثنا دكتور محمد حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الصناعية من جامعة فلوريدا، أيضا حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال أيضا من جامعة فلوريدا، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك عبد العزيز في جدة. دكتور محمد لديه خبرة أكثر من 20 سنة في مجال الجودة والتميز والابتكار والتخطيط الاستراتيجي. متحدثنا أيضا هو مستشار وباحث ومحكم في برنامج تميز الأداء الأمريكي بولدريج. أيضا الدكتور محمد هو مقيم معتمد من EFQM والعديد من الجوائز الداخلية والدولية. متحدثنا أيضا هو رئيس لجنة تحكيم جوائز الابتكار في منظمة الجودة الأمريكية ASQ. الدكتور محمد هو متحدث ومدرب وكاتب في مجال القيادة والابتكار والتميز الاستراتيجي والتميز المؤسسي. ما ودي أطيل عليكم، حنسعد برحلة لمدة ساعة حتكون إن شاء الله شيقة ومثيرة. حيستعرض الدكتور محمد الكثير من خبراته في هذا المجال. تفضل دكتور. طيب، أديك ألف عافية باشمهندس. حقيقة نرحب بالجميع الأخوة والأخوات المشاركين معنا اليوم في الندوة هذه، وإن شاء الله تكون الندوة يعني خفيفة وممتعة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لجميع الأخوة والأخوات الحاضرين معنا، وتحية للأخوة الأعضاء التنفيذيين في مجلس الجودة. اليوم طبعا نستكمل معكم إن شاء الله حلقات وندوات الجودة في أسبوع الجودة، وأشكر الأخوة الزملاء اللي سبقوني في الأمس، وأول تمس الدكتور عيشوني والدكتور عايض والدكتور محمد نصيف والدكتور عوض والمهندس عبد الله، اللي أثرونا صراحة بكثير من المعلومات في جانب تأصيل معايير الجودة. اليوم إن شاء الله استكمالا للحديث حنستمر إن شاء الله في التأصيل، بالإضافة إن شاء الله حننزل على مستوى التطبيق، يعني اللي يشتغل معايا سواء في عمل مؤسسي أو في ورشة عمل أو على الصعيد الشخصي، أركز على التطبيق بشكل جدا كبير. واليوم إن شاء الله عندنا يعني تطبيق جدا جميل وجدا يعني سهل على مستوى المؤسسي، اللي هو إحنا كيف ممكن نصنع تحسين مؤسسي باستخدام
التقييم اللي يجيني من العملاء بشكل مستمر بشكل متزامن تقنيا. وزي ما انتم عارفين احنا اليوم يعني نتكلم عن كيف نستخدم هذه التقييمات حيث ان والله تساعد في نجاح المنشأة، ونمو ونجاح المنشأة يعتمد على سعادة العملاء. واحد اهم جوانب سعادة العملاء ان احنا كيف نخلق تجربة عميل متميزة، تجربة عميل سهلة، يستطيع العميل التعامل مع المنشأة بطريقة سلسة من غير اي تعقيد. طبعا اليوم عندنا عدة محاور، هنحاول يعني نستعرض بشكل شمولي منظومة التمحور حول العميل، لأن هذه الشغلة جدا أساسية وهذه ثقافة مؤسسية لازم يعني نتحدث عنها ونبنيها بشكل ونأصل لها بشكل صحيح، اللي على أساسها هنبدأ نتكلم عن تجربة العميل وأهميتها، بالإضافة إلى كيف ممكن نقيس تجربة العميل في العديد من الأدوات والعديد من المعايير. بس احنا نهتم بمعايير وأدوات رئيسية تساهم إن نفهم والله تجربة العميل هذه. بعد كذلك حنتكلم عن تحليل البيانات ومشاركتها بشكل متزامن مع جميع المعنيين داخل المنشأة، وإغلاق الدائرة مع باقي القطاعات بحيث أنه الموظفين المسؤولين عن الخدمات، المسؤولين عن التشغيل، المسؤولين عن التسويق، هذول كلهم يكونوا على نفس المستوى من المعرفة بالاحتياج الحالي والتطوير المطلوب. بالتالي الخطوة التالية تكون عملية التطوير. حنشارك إن شاء الله معاكم تجربة كيف يتم تلقي آراء العملاء، وبعدها إن شاء الله حندخل على حالة دراسية نشوف إحنا كيف ممكن نطور بشكل جدا جميل الأداء على مستوى المؤسسة. طبعا نقطة جدا أساسية، ودائما نحب يعني نبدأ بحقيقة صراحة غائبة عن كثير من المنشآت بالذات اللي تسعى خلف عملاء جدد دائما عبر التسويق المكثف وتنسى عملاء الحاليين. معظم المنشآت في أسواق كثيرة يعتمد نجاحها على المحافظة على الحميل العالي، بل أن 90% من دخل أي منشأة يعتمد على العملاء الحاليين. في المقابل تكلفة الاستحواذ على أي عميل جديد قد يصل إلى 10 أضعاف تكلفة المحافظة على العميل الحالي. بالتالي لازم نفهم أنه الربح في الأعمال كما قال الدكتور ديمينج يأتي من العملاء الحاليين اللي سعيدين بالتعامل معك بمنتجاتك، ويفتخروا بالمنتجات وخدماتك، ويروجوا لأصدقائهم وأقربائهم للتعامل معك. نشاهد في كثير من البراندز تلاقي العميل يتصور مع براند، سواء كان براند هذا كوفي او تي شيرت معين او اكسسوار معين. هذا بحد ذاته تسويق عن طريق العميل، وهذا من اجمل انواع التسويق، لانه غير انه تسويق مجاني من العميل، تسويق صادق جدا. الكثير يصدق زميله، يصدق قريبه، عن انه يصدق دعايه في التلفزيون، يصدق مشهور. فهذا نقطة أساسية بالنسبة لنا، والفهمنا والله ليش إحنا نركز على صناعة تجربة عميل متميزة. في الأخير نبغى نسمع عملاء دائمين لنا، ونسمع كذلك عملاء يروجوا لمنتجاتنا. حنتكلم بشكل شمولي ونبدأ من مستوى المنشأة، وكيف إنه المنشأة يعني وأهم مثلث المنشأة، المثلث القيادة مع العمليات الموظفين، هذا المثلث الأساسي اللي دائما إحنا نركز عليه في بناء التميز المؤسسي. إذا تم ضبط المثلث هذا باقي محاور التميز زي ما انتم عارفين، سواء اللي تطرح في الـ EFQM أو في البولدريج أو في محاور التميز الـ King of Business Quality Awards قد تصل إلى 9 محاور. احنا نتكلم عن 3 محاور أساسية، إن دائما احنا نركز على كيف نصنع التميز بأعلى كفاءة وفاعلية ممكنة، فنركز على المحور هذا كمحور أساسي لصناعة التميز. من هذا المحور دائما كل منشأة عندها سواء كانت ربحية أو غير ربحية عندها منتجات وعندها خدمات تستهدف بها عملاء، ونتيجة العلاقة مع العميل أوكي ممكن تكون جيدة أو ممكن تكون سيئة. إذا كانت جيدة العميل يستمر أوكي ويعود للتعامل مع المنشأة، لكن إذا كانت العلاقة هذه أو التعامل هذا سيء العميل ممكن يغادر.
واليوم العميل أصبح في مركز قوة. العميل عنده عنده خيارات متعددة. الآن ما صار العميل ملتزم إنه يشتري والله من المنطقة اللي هو ساكن فيها، بإمكانه يشتري فهم كيف من مدن أخرى، بإمكانه يشتري من دول أخرى. أوكي، عنده اطلاع على تقارير كثيرة، عنده اطلاع على استبيانات كثيرة. فالعميل الآن أذكى من السابق. العميل الآن هو اللي يختار. فهذه الخيارات موجودة عند العميل جعلت إنه والله المحافظة على العميل صعبة، أصعب من السابق. بالتالي الكل يسعى والله إنه نحصل على عميل دائم، إنه العميل هذا يعود لنا. بإضافة نبغى العميل يكون يدي توصيات إيجابية، وهذه أقصى أماني أي منشأة إنه يتحقق مع كل عميل. لكن عشان نحقق هذا الأثر نحتاج إنه يكون العميل سعيد، وعشان يكون العميل سعيد نحتاج نضيف إلى المنتج والخدمة، نحتاج تجربة العميل هذا. التجربة تشمل المنتج وتشمل الخدمة، بالإضافة إلى باقي التعامل اللي يشعر به العميل من بداية والله تعامله مع المنشأة إلى نهاية علاقة المنشأة. هذه كلها التجربة تشمل كل شيء، كيف من أسلوب الحديث معه، من أسلوب الاهتمام معه، من نظافة المكان، من المنظر، من التجربة ككل. فالموضوع أكبر بكثير من مجرد مضيات خدمات. ولاحظ رح نتكلم عشان نصل إلى أعلى مستويات التميز مع العميل وأعلى مستويات التجربة اللي ممكن يقدمها العميل. إحنا نتكلم عن معيار جدا متفوق. إحنا نتكلم عن تقديم خدمات منتجات وتجربة عميل 100% مطابقة لمعايير المنشأة، 100% من الوقت، تحت 100% من ظروف العمل. نعم، هذا المعيار نسعى له، وهذا المعيار لا يمكن أن يكون في أي منشأة إلا إذا كان في تركيز على مستوى القيادة، وفي فهم واضح على مستوى القيادة ما معنى التميز وما معنى ثقافة التركيز على العميل. لاحظ أنه كل شيء هنا مرتبط بالقيادة، وأول درجات ارتباط بالقيادة يكون عندنا معيار بالمستوى هذا. أي معيار أقل من 100% هذا يعتبر معيار قيادي. الإشكالية مو في نسبة المعيار، إشكالية أنك أنت والله تقول والله 90% ملائم ولا 95% ملائم. أنت أديت يعني عذر للموظفين أنهم يخطئوا 10% مع 10% من العملاء، أو أنك سمحت بالخطأ بنسبة 10%. هذه الإشكالية. فإحنا معيارنا دائماً 100%، وهذا ما يتم إلا إذا كان عند القيادة الفهم الواضح للفوائد التميز، وإيش ممكن التميز يدي للمنشأة، وإيش العائد عن التميز للمنشأة، لأنه عائد جداً كبير، بس الكثير ما يفهم حجم العائد ده اللي ممكن يصير، بالتالي ما عنده خيار للعائد هذا. أمر آخر، الموضوع عائد إلى اختيار القيادة. التميز فعلاً اختياري. كثير من القيادات ما يختار يكون متميزين، لأنه غالباً إنه والله المنشأة بتربح أو المنشأة في وضع جيد، فمستوى الأداء الحالي بالنسبة له جيد. فإشكاليتنا مو في المنشآت اللي بتخسر أو اللي بتعاني في السوق، لأن هذه المنشآت السوق والتكرفت الناس فهم كيف تمتنع عن التعامل معها. أي منشأة سيئة، مشيتنا في المنشآت الغير سيئة، منشآت المستواها المتوسط، هذه تغطي تقريباً 90% من المنشآت. هذه المنشآت اللي تحتاج ترفع إلى مستوى متميز، وهذا لا يمكن يصير إلا إذا بلغنا مستوى الله إنه القيادة تبحث عن التميز، القيادة ترغب في التميز، والقيادة يصير عندنا فكر 100% اللي هو والله إحنا كيف يكون عندنا كل منتجاتنا وكل خدماتنا وكل عميل يحصل على هذه التجربة. من هذا المنطلق إذا نزلنا الفكر هذا بشكل صحيح وبنينا الثقافة دي بشكل صحيح، يبدأ يكون مثلث التشغيل، لأنه في الأخير تجربة العميل مبنية على التشغيل. مستوى التشغيل عندك، مستوى خدمة العملاء، مستوى الموظفين اللي شغالين في إدارة التشغيل، هم اللي على تماس مباشر مع العميل، وهم اللي على استطاعة أن نقدم الخدمة دي. وبالتالي نحتاج نشتغل على مستوى العمليات وعلى مستوى الموظفين أساس نبني المخرج هذا اللي يدينا تجربة العميل متميزة. ما نقدر نقول والله إحنا نبحث عن تجربة العميل متميزة وإحنا ما عندنا ثقافة التمحور حول العميل، ما عندنا ثقافة التميز، ولا عندنا تميز على مستوى التشغيل. فالتأسيس للموضوع هذا كفهم مؤسسي شامل جدا مهم. الآن عشان نستكمل الموضوع هذا، نستكمل القصة، احنا تقريبا بنحاول نشرح يعني برنامج MBA في سلايد واحد، أو برنامج تميز مؤسسي كامل في سلايد واحد، أو برنامج بناء الثقافة في سلايد واحد.
عشان نستكمل الموضوع هذا نحتاج إلى قياس. حنتكلم عن استهدافها 100%، ما حتبدأ ب 100%، حنحتاج نعمل قياس على مستوى العميل، هل العميل سعيد، وحنحتاج نعمل قياس على مستوى الأثر. فالمؤشرات استخدمها غالبا نستخدم مؤشرات رئيسية مثل مؤشر الرضا الكاستمر ساتسفاكشن، وأنا أسميه مؤشر السعادة لأنه إحنا نطمح لمستويات جدا عالية على المؤشر هذا، بالإضافة إلى مؤشر الجهد، وهذا من المؤشرات النادرة معروفة عند الناس. رح أتكلم والله كيف يكون التعامل مع العميل وكيف نخلي أقل جهد عند العميل يحصل، بالتالي يكون في سهولة في التعامل مع العميل، ما يكون في تعب أو مشقة على العميل يحصل والله على مطالباته. بالإضافة إلى قياس الأثر وهو قياس مستوى ولاء العميل، بالإضافة إلى قياس مدى ترويج العميل من عدمه، هذا نستخدم فيه مؤشر الولاء والترويج هو Net Promoter Score. من هذه المؤشرات الثلاثة يتم التحليل ويتم تغذية راجعة على مستوى المنشأة ككل. لاحظوا أنه هذه المؤشرات تعود لكل الإدارات المعنية، سواء إدارة تسويق، إدارة تشغيل، إدارة تخطيط، أو حتى على مستوى القيادة، لأنه مؤشر الولاء والترويج هذا مؤشر استراتيجي يحتاج متابعة على مستوى القيادة. من هذا المستوى الآن نعود نشوف الفجوة ما بين مستوانا الحالي سواء كان 60 70 80 إلى 100%، كم حجم الفجوة هذه؟ نبدأ عمليات التحسين ونرجع فهم كيف بدارة التحسين، وبرضو حيكون معها مؤشرات التحسين على مستوى المنتجات والخدمات وعلى مستوى العمليات. إحنا بالتالي أغلقنا دائرة كاملة في المنظومة المؤسسية وعملنا دائرة تحسين كاملة. هل انتهينا هنا؟ لا، اليوم احنا نتكلم عن Quality 4.0، نتكلم عن التقنية، نتكلم عن أمور كثيرة. فالموضوع ما صار والله انه انا ابحث عن تشغيل مرحلة، افوض عندنا تشغيل متوالي، عندنا بيانات مستمرة، بيانات متزامنة على مستوى العميل وتحليل متزامن وتوفير البيانات بشكل متزامن للإدارات المعنية، حيث يكون عندنا الدائرة هذه أسرع وأقوى. لو جينا ننظر بشكل عام، هنوضع المنظومة نصنعها اللي قادرة إنها تعمل الممارسات هذه، والمنظومة هذه تدينا مخرجات، وحنحب نبحث عن مخرجات على مستوى 100% من الأداء، والمخرجات هذه بناء عليها بتصير عليها النتائج. هذا بشكل عام يعني اختصار كامل وشرح بشكل سريع كيف إحنا نبني المنظومة المؤسسية اللي تصنع، ليس فقط تصنع التميز المؤسسي وتصنع المخرجات المتقدمة، بل تصنع سعادة دائمة مع كل عميل. وحنتكلم كل عميل 100% من الوقت تحت 100% من ظروف العمل، وهذا هو المعيار الأساسي، إنه والله ما في عذر إن نحن نقدم خدمة صحيحة 100% لأي عميل. الموضوع هذا جديد؟ لا، الموضوع هذا قديم وقديم جداً. يعني احنا ممكن نرجع بالتاريخ الى 70 سنة، دكتور ديمك وضع السيستم ثينكينج او التفكير كنظام شامل من عام 1945، وهذا الرسمة هذه بدأها مع في اليابان من بعد الحرب العالمية الثانية، بدأ مع قيادات اليابان وقدم البرنامج هذا كيف ينهض باليابان، مو كمنشأة ولا منشآت ولا مؤسسات، لا كدولة كاملة. فكان حاضر معاه قيادات المنشآت. في الصورة على اليسار هذه صورة حقيقية كيف كان يشرح كيف يتم بناء النظام المؤسسي وكيف يتم بناء التمييز المؤسسي. لاحظ هذا اللي أوريكم هو الآن هو نفس اللي أوريكم قبل كده. لو جيت نظرنا هذه منظومة العمل، هذه المخرجات، وهذه هنا النتائج مع الكونسيومر، هنا العملاء، وهنا نظام التغذية الراجعة، وهنا نظام التحسين المستمر. بس احنا نتكلم عن 1945، التركيز معظمه على المصانع وعلى المنتجات وعلى الخدمات، فبتلاحظ انه في برودكشن وفي اسمبلي وفي انسبكشن، وبتلاحظ في سبلاي تشين كامل. بس نفس النظام هذا، هذا النظام اللي صنع من اليابان قوه قويه جدا. فالنقطه الاساسيه الموضوع هذا بدا مع القيادات، ما بدا مع مدير جوده، ما بدا مع موظفين. وهذا الرابط حنتكلم عنه اليوم بشكل جدا قوي، انه القيادات لازم تفهم وتعي المفهوم هذا حتى نستطيع ان نصل والله بمنشآتنا للعالميه. والموضوع مو صعب ابدا، مو صعب، بامكاننا نصل للعالميه، كان نسطر للعالم اجمل خدمات وافضل المنتجات اذا احنا بنينا مستوى قيادي عنده الفكر هذا،
ونقدر نشتغل فعلا كيف على المدى البعيد بحيث أن والله يتم تصدير هذا الأداء بشكل جدا جميل. نقطة رئيسية، خلال 5 سنوات فقط اليابان نهضت دولة قوية اقتصاديا. 5 سنوات فقط كانت كافية لأي منشأة أنها تستطيع أنها تحسن أدائها بشكل جدا متطور. فخمس سنوات هذا أحد المقاييس، ما نتكلم والله عن 3 شهور ولا 4 شهور ولا 5 شهور ولا سنة عشان ندخل جهاز التميز، لا، نحتاج مينيمم 3 سنوات عشان نبني والله أداء مؤسسي جدا قوي. ريتشارد برانسون واحد من أشهر القيادات على مستوى العالم ومالك لشركة فيرجن إيرلاينز قال كلمة مرة جميلة في الموضوع هذا، قال إنه خدمة العملاء تبدأ من خدمة الهرم. إذا كبار مسؤولين في المنشأة لم يعوا ذلك، فمهما كان جودة الموظفين عندك فإن الخدمة الجيدة حتفشل. الموضوع دائما مرتبط بقمة الهرم، دائما مرتبط بالقيادة. ليش؟ جون ماكسويل في أحد أهم كتبه اللي هو 21 قانون لا يقبل الجدال في القيادة، بيقول في القانون الأول اللي هو Law of the Lid، قانون الغطاء، غطاء، جاب الغطاء حق الجرة، بيقول أن مستوى القيادة وفكرة القيادة طموح القيادة يمثل الغطاء للجرة أو يمثل الغطاء للمؤسسة. فإذا كان مستوى القيادة وفكرة القيادة وأداء القيادة وطموح القيادة منخفض، فلا يمكن الأداء المؤسسي يرتفع، لا يمكن أداء المؤسسي يتجاوز مستوى القيادة. فمن هذا المنطلق احنا دائما نركز والله احنا كيف نرفع المستوى القيادي، كيف نصنع الثقافة اللي نتكلم عنها الآن على المستوى القيادي بحيث أنه والله يرتفع الأداء القيادي، بالتالي يرتفع الأداء المؤسسي بشكل كبير جدا. الآن إيش يعني تجربة العميل؟ وهذا نقطة جدا مهمة، هي مجموعة تصورات العملاء ومشاعرهم الناتج من التفاعل مع المنتجات والخدمات والتفاعل مع سلوكيات الموظفين والقيم وبيئة المنشأة. الموضوع مو فقط منتج وخدمة، لا، الموضوع في تفاعل متكامل. وتجربة العميل تبدأ خلال كل نقاط التماس بين المنشأة وبين العميل، وامتد إلى ما تنتهي العلاقة هذه، سواء العميل ترك المنشأة أو أنه العميل ما صار يحتاج المنشأة هذه. بحيث نتكلم عن التجربة الشاملة، أثرها جدا قوي وكبير وأكبر من المنتج نفسه. بعض الأحيان يكون المنتج فيه عيب أو المنتج والله فيه شيء العميل عجبه، بس التجربة الممتازة عند العميل قد تغطي على عيوب المنتج، وحنشوف هذا كيف صار معنا في الحالة الدراسية اللي صارت معنا. الآن إيش أهمية تجربة العميل؟ كثير من الدراسات على مستوى غارتنر ريسيرش، على مستوى برايس ووتر كوبر، على مستوى ماكنزي، كثير من الدراسات مع قيادات كثيرة على مستوى العالم بيتكلم والله إنه 86% من القيادات تتوقع أن التنافس سيكون مبني على تجربة العميل، ليس فقط على المنتج، ليس فقط على الخدمة، لا، على التجربة ككل هي الأساس. صارت كيف في الفوز بالعملاء، 87% من القيادات اعتبروا تجربة العميل هو محرك النمو الأول لأي منشأة. تخيل 87% هو محرك النمو الأول لأي منشأة، وهذا شيء جدا مهم. والله إحنا كيف نبني تجربة عميل متميزة حيث إنه والله مساعد في نمو منشأتنا لأبعد مستوى. 70% من العملاء يتركوا منشآتهم بسبب يتركوا التعامل مع أي منشأة بسبب إنه والله التجربة سيئة. 83% من القيادات يشعر إنه والله عدم التطوير في تجربة العميل قد تؤدي لخسائر فادحة على مستوى الحصة السوقية. طبعا هذا معناته إنه حيتكلم والله إنه تجربة العميل تأثيرها جدا جدا كبير على نجاح ونمو المنشأة، سواء كان تجربة متميزة حيدينا النجاح أو كانت تجربة سيئة حيؤدي إلى فشل كبير للمنشأة. الآن ودي أسألك بشمهندس، يعني الآن إذا منشأتك قدمت تجربة عميل متميزة جدا باستمرار، كم تتوقع حجم مبيعات منشأتك مقابل المنشآت المنافسة لكم في السوق اللي شغالة بشكل عادي ما عندك تجربة عميل متميزة؟ تقصد إذا كانت المنشأة بتقدم منتج يعني رفيع المستوى مثلاً؟ ما أتكلم عن المنتج، أتكلم عن تجربة عميل متميزة. يعني تجربة، إحنا نقول تجربة تشمل المنتج والخدمة بالإضافة إلى الاهتمام بالعميل في كل جوانب العلاقة مع العميل. أنا أتوقع الضعف بشكل مباشر أو أكثر.
أحسنت. حسب المدرسات، حسب الواقع، وعندنا تجارب مع عدد من المنشآت، الزيادة في المبيعات ما بين 30 قد تصل إلى 300%. تخيل 300%، أوكي، حجم مبيعاتك تزيد عن المنافسين فقط بتقديم تجربة عميل متميزة عن وضع السوق. ولاحظ أنه السوق كأفريج، ترى تجربة عادية. يعني أنا حلو سألتك، وهذا السؤال دائما نطرحه في ورش العمل عندنا، خلال آخر 3 شهور هل اشتريت من أي منشأة ولا من أي شركة ولا من أي مكان تقدر تقول والله إنه كانت تجربة متميزة المكان اشتريت منه وأنا حرجع له دائما وحتكلم عنه دائما؟ هل تذكر والله كم منشأة اشتريت منها خلال 3 شهور السابقة؟ أي منشأة، سواء كان فنادق، طيارات، من أي مكان، هل صادفت منشأة متميزة بحيث أنك والله تقول والله أنا هرجع أشتري منها وحكون عميل دائم؟ حتكلم عنها كمان، يقول النمبرز 1 2 3، يعني كم منشأة صادفت في المستوى هذا من الأداء؟ تمام. عشان نتجنب التسويق لأحد المنشآت أو الأسماء التجارية، أيوة، لكن أنا خليني أتكلم دكتور من ناحية الكونسبت بشكل عام. تمام. أنا شخصيا عندما ألاقي مطعم مميز، أو أنه مثلا خليني أقول مثلا كمثال آخر، أنا أتردد على الرياض بشكل مستمر، طيب اليوم اللي ألاقي فيه فندق تتوفر فيه كل الكريتيريا اللي أنا أحتاجها وتسعدني وأكون يعني سعيد خلال تجربتي معهم، بكل تأكيد أني حتردد عليهم وأعيد تجربتي معهم بشكل مستمر بدون توقف. ممتاز. وبشكل عام ممكن حتى ولا أبحث عن بديل. ممتاز. السؤال ده نسأله في كل ورشة عمل مع القيادات، وغالبا الجواب ما يتجاوز 2. يعني بقول والله في آخر 3 شهور ممكن تدينا كم منشأة تعاملت معها وديتك تجربة عميل متميزة خلتك أنت تتكلم عنهم ومتسوق لهم؟ غالبا جواب ما يزيد عن 1 2. كثير من الناس تقول لك ما في، كل المنشآت عادية. فهذا مستوى السوق بشكل عام. فالآن الكلام أنه إذا أنت تميزت بالتجربة تقدر عملك أنك أنت حتبرز على مستوى السوق بشكل كبير جدا، لأنه هذا المستوى بشكل عام ترى مو بس هنا، جميع أنحاء العالم، لأنه بنتكلم إحنا مع قيادات سواء من داخل السعودية أو خارج السعودية، هذا المستوى العالم. أنت لو تنظر لك كمان في كل قطاع في منشأتين هي اللي مسيطرة على القطاع هذا كمستوى أداء. ففكرة أنك أنت والله تتميز بتجربة العميل، أوكي، لاحظ بنفس منتجاتك، نفس خدماتك، نفس موظفينك، نفس وضعك، نفس حجمك، هذا بحد ذاته ممكن يرفع أدائك ويرفع مبيعاتك إلى 300%. فهذا نقطة جدا أساسية. الآن تسمح لي بس دكتور تنويه بسيط، يعني بالنسبة للعزان الحضور اللي عنده أي استفسار أو أي تساؤل ممكن يخش على السكشن اللي هو Q&A ويسجل سؤاله، حنجمعها وحنفلترها وفي نهاية اللقاء بإذن الله حنعرضها على الدكتور وحتلاقوا الإجابة الوافية. فبإمكانكم من الآن الدخول على Q&A وتسجيل أي سؤال أو مداخلة. تفضل دكتور. معلش خلينا ندي مثال عملي، أوكي، للكلام هذا، إنه والله كيف إنه تجربة العميل بتأثر بشكل جدا كبير كيف على أداء أي منشأة وربحها مقارنة بالمنافسين. خلينا ناخذ مطاعم فاست فود، عندنا تشيك فيل إيه، ماكدونالدز، KFC، سبوي، كلها شركات أمريكية متواجدة في أمريكا. خلينا نديك كمان أرقام أساس إننا نربط بشكل واقعي. هذه أرقام موجودة حاليا على مستوى البراندز هذه، ولاحظ هذه أرقام داخل أمريكا فقط. الآن ماكدونالدز عندها خارج أمريكا قريب 30,000 فرع. إحنا الآن فقط نتكلم عن داخل أمريكا عندك تشيك فيل إيه 2,000 فرع، 2,200 فرع، ماكدونالدز 10,000، KFC 4,000، سبوي 25,000 فرع. لو حبينا نعمل علاقة رياضية، وأنت باش مهندس طبعا وخبير علاقات رياضية، إيش ممكن تديني علاقة رياضية من الأرقام هذه؟ بشكل تقريبي أنا أتوقع إنه لو مثلا استطعنا إنه مثلا نضرب 4,000 في 2 ونجمعها على 14,000 بالإضافة إلى 2,200، أتوقع إنه حنوصل أو نقرب من العدد الأكبر اللي هو 25,900. أحسن. هذا علاقة رياضية جيدة وتقريبية،
وخليني كمان نزيد على الموضوع هذا انه تشيكفلي ما عنده فروع خارج امريكا، باقي البراند عنده فروع خارج امريكا اكبر يمكن من عدد فروعها داخل امريكا. كيف خلينا نديك العلاقه المبنيه على تجربه العميل. هذه علاقه مبنيه على تجربه العميل، انه تشيكفلي اكبر من ماكدونالدز بلس كي اف سي بلس سبوي. هتقول لي كيف؟ هقول لك بالشكل هذا. متوسط دخل فرع واحد من تشيكفلي اكبر من متوسط دخل فرع ماكدونالدز زائد كي اف سي زائد سبوي. ولاحظ حتى عن فاست فود وكلهم ترى شغالين في القطاع هذا، بس اللي يفرق انه تشيكفلي تشتغل بشكل جدا متميز تجربة العميل. ولو في وقت عندنا اليوم بس للاسف ما عندنا وقت نتكلم عن ندوه سريعه، كنت بوريتكم بقاطع فيديو كيف تشيكفلي تتعامل مع العميل. يعني لما سئل احد قيادات تشيكفلي كيف انتم تصنعوا الخدمه دي مع عميل، قال احنا العميل بيجي عندنا وبيختارنا من ضمن مئات او الاف المنافسين لنا، فاحنا ما نملك الا نحن نترك كل شيء في يدنا ونركز معه ونديله كل شيء ممكن وافضل تجربه. ليش؟ لانه هو بدينا فلوسه وبالتالي احنا نديله في المقابل افضل تجربه. وهذه العقليه بحد ذاتها صنعت من تشيكفلي المستوى هذا من الاداء. طب خليني الدكتور ادخل بمداخله طالما اليوم نحن بنتكلم عن تجربه العميل وارضاء العميل، وش الجوانب المتميزه اللي يعني تقدر تجلب العميل. حقيقي انا اليوم لي تجربه مع تشيكفلي، تمام، فعليا في امريكا. انا اليوم فعليا لو اجي في شارع او في مكان او في مدينه وعندي هذه الاربع خيارات بدون نقاش حروح لي تشيكفلي. يعني فعليا يعني تدخل المطعم تحس انه الستاف مهتم فيك، انت العميل الوحيد عندهم، ففعليا متميزين. وهذا من واقع التجربه انا جربتها شخصيا. يعني ممتاز. ولاحظ انه تشيكفلي بيقدم تشيكن فقط، ما بيقدم شيء ثاني. والمقابل بيقدم تشيكن وبيف شغله ثانيه. ف الخيارات عنده جدا محدوده، بينما الباقيين يعني عندهم يعني اكثر من خيار. وهذا يقول عليه انت ممكن بنفس مستوى منتجاتك، بنفس مستوى عدد فروعك، ممكن تكون اقوى واكبر بكثير. والان تشيكفلي الفاست فود رقم واحد في امريكا، لدرجه انه الفرنشايز اونرز حقون ماكدونالدز يطلبوا من ماكدونالدز يعملوا نفس منتجات وخدمات تشيكفلي. شو القوه؟ وانت تتكلم عن ماكدونالدز اقوى شركه في العالم ترى على كعدد فروع وكشركه. وكمقارنه سريعه دكتور، هو الاقل فروعا، يعني هو اقل واحد في البلدات هذه في الفاست فود، هو اقل واحد في على مستوى امريكا مثلا في الفروع. احسن، انت عارف يوم ما يفتح فرع تشيكفلي قبلها بيوم ينصف طابور وناس تبات قبلها بيوم عشان فقط تدخل الفرع هذا. المهم هذا يديك اثر التميز على مستوى تجربة العميل كيف تأثر بشكل كبير. فكثير من الشركات تسعى للانتشار وعدد والعدد والتوسع بشكل كبير ويفقدوا موضوع توفير خدمة عميل متميزة، بالتالي يفقدوا ميزة الدخل المرتفع هذا. الآن حتى على مستوى القطاع العام ترى تجربة عميل جدا مهمة، فوائدها كثيرة. أنت أول شيء تحقق ثقة المستفيد. أنا اليوم أقدر أقول لك أنا اليوم أثق بقوة في الجوازات. بإمكان اليوم أنا والله عندي رحلة بكرة ولا بعد بكرة، أقدر اليوم أجدد جوازي وصلني جوازي بكرة مباشرة. أوكي، 10 سنوات سابقة ما كنت أثق صراحة إنه جوازي حيتجدد في يوم واحد. هذه تجربة عميل مميز صراحة الآن صارت على مستوى إبشر. أنا أقول لك الآن في ثقة، تجربة عميل جدا متميزة. أنا أقدر والله أقوم بكل معاملاتي بشكل سريع جدا. هذه بحد ذاتها تجربة قوية جدا. ولاحظ إنه حتى على إبشر على مستوى العالم ترى مو موجود. يعني هتروح أمريكا تروح غرب ما عندهم التجربة موجودة. تعرف أمريكا هناك تجديد الجواز يأخذ شهر وشهرين، ما يتم في يوم واحد. فالتجربة العميل المتميزة اللي صنع في القطاع العام حقق الثقة هذه. الآن تحقيق الرسالة بفاعلية وكفاءة عالية جدا مهمة. تقليل عدم الرضا على عبر مواقع التواصل. وعندنا كثير من المؤسسات اللي كانت حكومية وأصبحت الآن شركات، ما زال الناس يتفاعلوا عبر مواقع التواصل في شكاوى عليها، سواء على مستوى الفواتير على مستوى الخدمة. فأنت ما تتميز في الخدمة، تميز في تجربة العميل، هذا الشكاوى تقل، تقليل الأخطاء، بالتالي تقل الهدر، رفع عن معنويات الموظفين. الآن الهيئات الحكومية من أفضل بيئات العمل،
موظفين استمتعوا بمستوى أداء جدا جيد، بالتالي ترفع مستوى صحة المؤسسة organization health. هذا من الشغلات الجدا مهمة، كيف تبني صحة مؤسسة صحية. في كتاب جميل اسمه The Advantage، ليش why organizational health trumps everything else in business، كتبه باتريك لينسويني. كيف انه والله صحة المؤسسة او المنشأة جدا مهمة وقد تفوز على اي شيء ثاني، فهم كيف كادفانتج. الان سؤال اخر، او خلينا نقول والله الان بخلينا نبدا نبني تجربة العميل. فالان دخلنا الان على مستوى التطبيق الان، فاذا حبينا نبني تجربة العميل لازم عشان نفهم والله ايش متطلبات العميل. فخلينا نسألك سؤال باشمهندس، الان خلينا بنفس الموضوع هذا، لانه نظام الفاست فود نظام معروف للجميع، فنقدر والله لما نحطه كمثال الكل يفهم احنا ايش بنقول. اوكي، ونظام ان شاء الله مو سهل ترى، لانه عباره عن لايف ترانزاكشن. خليني اقول لك، انت الان لو انت عميل لمطعم خدمه سريعه، ايش هي المتطلبات الرئيسيه او المعايير الموجوده عندك انت الان اللي تختارها اساس والله او تحتاجها عشان تختار المطعم هذا؟ من وجهه نظري مجموعه من المعايير، تمام. اول معيار جوده المواد الغذائيه المستخدمه، احنا بنتكلم عن الجوده، تمام. الامر الاخر بنتكلم عن سرعه تقديم الخدمه، الوقت، السرعه، ممتاز، السرعه، تمام. غير كده الدقه في التعامل، يعني اليوم انا مو اطلب طلبات وتجيني طلبات ثانيه. هذا الشغله جدا مهمه خاصه في الدليفري، انك تتفاجئ مره من المرات انا طلبت وجبه جاتني ثلاث وجبات اطفال، مو وجبة جاتني ثلاث وجبات أطفال، زي كأنه والله طلبي أنا راح للأطفال وطلب أطفال جاء عندي. وهذا يكونات ريكفر، يعني هذا ما له حل، خلاص الآن وقعت في خطأ كبير جدا. فالدقة جدا مهمة. أحسن، نعم. بالإضافة طبعا سعر المنافس، يعني لما أعمل مقارنة بين أكثر من مطعم فاست فود، تمام، من الأشياء الضرورية أن ينتبه لموضوع التكلفة. أكيد ما لو يمكن تروح فاست فود وتشتري منه همبرجر بمئة ريال، لازم يكون في قيمة معينة وسعر مناسب، صحيح؟ نعم. آخر معيار من وجهة نظري اللي هو النظافة والمحافظة على مستوى والليفل اللي المطعم يتميز فيه. ممتاز جدا. لاحظ احنا يعني كم استغربت عشان جاب السؤال هذا؟ 10 ثواني؟ ثواني، نعم. ثواني؟ تخيل انه هذا هو المعيار الأساسي للشركات الفاست فود جميع أنحاء العالم. فقط بفهمك الآن للمعايير واحتياجات العميل، حسبيها هي customer requirements، متطلبات العميل الرئيسية، فقط بفهمك لها الآن تبدأ تبني منظومة تجربة العميل الأساسية. بس نبدأ بفهمنا إيش يبغى العميل من عندنا، ليش العميل يجي عندنا. فهذا الآن وضعناه بشكل سريع جدا. السؤال الآن، أنت فعلا تحتاج جودة، تحتاج ضيافة، نقول خدمة، سرعة، نظافة ودقة وقيمة. السؤال اللي وجهته، انت الان رحت مكان وداك والله ساندويش جيد بس الخدمه كانت سيئه، هل حتكون سعيد؟ لا طبعا. طيب لو كانت المنتج جيد والخدمه جيده لكن بطيء، يعني تاخر عليك كثير، حيضايقني وما حكون سعيد، وحعيد التفكير 1000 مرة اني ارجع له ثاني مره. يا سلام، نفس الحكاية لو أخذت كول الثلاثة الأولى وما في نظافة، ما كان نظيف مكان، بكل تأكيد ما برجع له. نفس الحكاية بس الدقة، طلبت وجبة جاتك وجبة ثانية، هتكون سعيد ما هتكون سعيد؟ أوكي، أكيد إنه يزعجني وما هرجع له ثاني. أوكي، هذا إيش معناته؟ معناته إنه إحنا نتكلم عن تجربة العميل، نتكلم عن إنه الموضوع هذا لازم يكون مع بعض، لا يمكن تقدم شغلة وشغلة ثانية، لا لازم يكون هذه كل التجربة تقدمها بشكل صحيح 100% مع بعض. فهذا مفهوم أساسي جدا جدا، عشان كده احنا نطرحه بالشكل هذا ونوصل احنا مستوى الله انه it has to be 100% 100% مطابق للمعيار، 100% من الوقت، تحت 100% من ظروف العمل. اوكي، وراح تكون 100% مطابق للمعيار، معيارك انت كمنشأة عندك معيار، عندك معيار للجودة، عندك معيار للخدمة، عندك معيار للسرعة. ما بقول لك والله سوي حاجة مغاير، لا، نفس معيارك هل تقدر تقدمه كل مرة بنفس الجودة هذه؟
فالشغلة انضباطية أكثر من هي والله إنك بتقدم شغلة ما صارت. لا، موضوع سهل إذا أنت بدأت تبني تصور بشكل مؤسسي بشكل كامل. فدام إحنا نحاول نبسط الأمور للموضوع، موضوع سهل. في كلمة مرة جميلة قالها هورس تشولز. هورس تشولز بالمناسبة هذا مؤسس والتشيرمن حق الريتز كارلتون. الريتز كارلتون على مستوى العالم معروف إنه أفضل خدمة تحصل عليها في الريتز كارلتون. طبعا نقول الريتز كارلتون، ما نتكلم عن الريتز كارلتون في الرياض، نتكلم عن الريتز كارلتون بشكل عام كخدمة. أوكي، أفضل تجربة فهم كيف ممكن تحصل عليها بريتز كارلتون. اللي راح الريتز كارلتون صراحة ينبهر بمستوى الخدمة. ليش؟ لأنه هذا تفكير المؤسس، هذا تفكير السي او السابق، هذا تفكير التشيرمن، تفكير الاونر. يقول لك ما لم يكن مستوى الرضا عندك 100% تحتاج تحسن 100%. معناته انت 99% انت لسه عندك فرصه تحسين. تخيل كنا نتكلم مع واحد من مدراء التشغيل اللي حضروا برامج عندنا، وصل لمرحله متقدمه جدا، فكان يقول 99% عندي راسب، وهذا تقريبا يمكن اعلى علامه رسوب في العالم، انك تجيب 99% وترسب. لازم تكون 100% عشان تكون ناجح. فهذه نقطه جدا اساسيه. ومره ثانيه تفكير قيادي، مو تفكير مدير متوسط او تفكير موظف. It has to be على الفكر هذا المستوى عشان نصل. نفس هورس تشولز العام الماضي طلع كتاب اسمه Excellence Wins من 4 كتب. هذا CEO نفسه ألف الكتاب هذا بناء على تجاربه مع الريتز كارلتون، وكيف بنى الامباير هذه ووصل لمرحلة تميز جدا عالية، ويقدم خدمات صراحة تصعق منها لما تحضر معهم. أوكي، الآن خلينا نتكلم والله إحنا كيف نصنع المنظومة هذه اللي تركز. اسمح لي دكتور، باقي لك تقريبا 20 دقيقة. طيب جميل جدا، ماشيين على الوقت. الآن كيف نصنع منظومة التميز تركيز العميل هذه؟ طبعا متى ما ذكرنا لازم نبدأ بثقافة تجربة العميل على المستوى المؤسس بالكامل، وهذا بحب نطور وننشر ثقافة تركيز على العميل والتميز في التشغيل. لا يمكن انك انت تبدا بثقافه او خلينا نقول تجربه عميل، وتجيب برنامج تجربه عميل، وتجيب لي شركات دعايات تجربه، وانت اصلا ما عندك تميز في التشغيل، لانه حيكون عندك انت اخطاء. بالتالي مهما يكون، مهما برامج جبتها، ومهما التقنيات اللي جبتها، ومهما الدعايات اللي عملتها، الاخطاء اللي في التشغيل ما حتدي تجربه جيده. لازم نبني التميز المؤسس ده بشكل كامل. الامر الاخر نبغى نفهم معايير التميز في العميل. احنا اريد وضعنا معيار 100% منتجات وخدمات تجربة عميل 100% على المعيار اللي وضعته انت كمنشأة، 100% من الوقت تحت 100% ظروف العمل. يعني لا تجيني والله يوم ما عندك زحمة وتديني الخدمة جيدة، بس يوم ما يكون في زحمة يصير انهيار في الخدمات. ولاحظناها في مؤسسات كثيرة، لما يكون في زحمة انهيار في الخدمات، دريت انه للأسف تلاقي مدير الشفت يختفي مع الزحمة. خلاص هو أصلا مو مدرب، ولا هو مؤهل، ولا هو مهيئ العملية إنها تستحمل عدد كبير. فهذا الانهيار في الخدمات لا يمكن يتم بالشكل هذا. يكون عندك والله مستوى معيار جدا متميز. الأمر الثالث القياس. كيف إحنا والله نقيس ونحلل وندير البيانات ونعمل مؤشرات تجربة العميل ونشاركها بشكل شفاف، وفي الأخير كيف تبني التحسين المؤسسي على مستوى القيادة، على مستوى الموظفين، على مستوى العمليات. فهذا الآن صنعت الموضوع بشكل كبير جدا. هل أنت هنا؟ لا، هنا الآن وصلت، أنت بنيت الثقافة وبنيت المعيار، باقي الأمور هذه كلها تتم بشكل أوتوماتيكي، خاصة موضوع القياس وموضوع التحليل. هذا الآن بنعملها بشكل أوتوماتيكي، ما يحتاج منك أي شيء. خلينا نقول والله الآن ليش القياس مهم جدا. أول شيء أنت تحتاج تعرف مستوى ساعات العمل الحالية، تحتاج تعرف مستوى ولائهم وترويجهم للمنشأة، تحتاج تفهم الفجوة ما بين المستوى الحالي ومائة في المائة، وحدا ما تكلم عن 100%. أوكي، نحتاج نركز المشاريع لغلق الفجوة. ما نبغى نشتت الجهود ونشتت الأعمال ونشتت البادجت تبعنا والأموال تبعنا في أشياء ما لها علاقة. لا، إحنا الآن حنركز أعمالنا كلها إن كيف نغلق الفجوة هذه. بالإضافة أنت بتعمل زيادة ارتباط الموظفين بالعمل وتركيزهم على ساعات العملاء. أنت أول ما تعمل قياس وتطلع البيانات بشكل شفاف، في حاجة اسمها السبوت افكت. إذا كنت وضعت الكشاف على المشكلة، فالآن كل الناس اللي تحت الكشاف هذا
هيشتغلوا ذاتيا من غير ما تعمل اي حاجه، يعني فقط بعرضك للنتائج هتشغل الناس فهم كيف تعمل عمليه تحسين سريعه. ادرس انت ما بدات اوكي، فلا خطوتنا احنا نبدا ونعدل الامور باذن الله. طبعا دائما نقول والله انه ما يتم قياسه يسهل متابعته وتطويره وادارته، وهذا جدا جدا مهم. لما نقيس الامور ونقيس الاداء يسهل علينا المتابعه والاداره والتطوير. طيب الان ايش هي المعايير اللي احنا نستخدمها او المؤشرات الرئيسيه اللي نستخدمها في قياس العميل؟ حقيقه في كثير من المؤشرات، بس احنا نتكلم عن ثلاث مؤشرات رئيسيه. المؤشر الاول مؤشر رضا العميل، ونسميه مؤشر سعاده العميل اللي هو customer satisfaction، وهذا يساعدنا في تحديد مشاكل على مستوى المعاملات والترانزاكشن بشكل جدا كبير. والسؤال حقه دائما كيف نقيم مستوى الخدمه، كيف تقيم سرعه الخدمه، كيف تقيم جوده الخدمه، كيف تقيم نظافه المكان. هذا السؤال اللي بشكل هذا على مستوى من 1 إلى 5. المؤشر الثاني مؤشر الجهد، وهذا مؤشر جدا مهم، وصراحه ما شفته عند كثير من المنشآت، ما شفت المؤشر هذا موجود. يعني كنت والله خدمه فيها تعب على العميل ما حتوفر له تجربة جيدة، لازم تكون خدمة سهلة بشكل جدا كبير. هذا التقييم حقها من 1 إلى 7، وتنبني بالسؤال هذا ما مدى اتفاقك واختلافك مع الجملة هذه، إنه والله المنشأة جعلت التعامل معها سهل جدا، فتبدأ من متفق جدا إلى مختلف جدا. مؤشر جدا مهم لأنه هذا المؤشر يساعد على رفع الولاء والترويج عندك. اخر مؤشر مؤشر الولاء والترويج النت بروموتر سكور، اللي على اساسه احنا نقيس والله حجم الولاء والترويج على مستوى العملاء، تقييم حقه من 0 إلى 10، والسؤال حقه سؤال واحد برضه، ما مدى احتماليه ان توصي بنا او بمنشاتنا لصديق او قريب؟ من 0 إلى 6 هذا ديتراكتر، بمعنى انه والله هذا ما يروج لك، هذا يسوي عكس كلام عنك بشكل سيء. 7 و8 باسف يعني سلبي او محايد. 9 و10 فقط المروج لك اللي عنده ولاء. فبمفهومنا الآن للمعايير هذه نقدر نبني almost 360 درجة على ونفهم بالضبط مستوى تجربة العميل عند العملاء عندنا. طبعا مثل ما ذكرنا أنه المعيارين الأولى دي satisfaction والجهد، هذه معايير على مستوى transaction على مستوى العملية والمعاملة. معيار الولاء والترويج هذا معيار استراتيجي على مستوى العلاقة ككل. وطبعا كل ما تكون أفضل في الجهد وكل ما تكون أفضل في الرضا يتحسن مستوى الولاء ومستوى الترويج. طبعا خطوات سريعة لبناء الآن منظومة القياس والتحليل وإغلاق دائرة التحسين، مهم لنا نغلق دائرة التحسين ونفهم والله كيف احنا نبني الاستبيانات هذه. يعني عندنا فهم طلبات العميل وطبعا عملناها في 10 ثواني معك، تصميم بناء استبيان ونشره، تلقي الآراء وتقييم العملاء، تحليل البيانات ونشر النتائج، تحسين أداء الموظفين والعمليات. أوكي، وهنا بيتم الموضوع بشكل سريع. طبعا عشان برضه نمشي بسرعة، هذه المنظومة اللي بحاول نبنيها، يعني كيف تبني التغذية الراجعة للإدارات المواجهة والإدارة الداخلية، ومن فوق تبدأ عملية التحسين بشكل سريع. ولاحظوا نحن نتكلم الآن بشكل تقني Quality 4.0، كل الجزء اللي في الأسفل ممكن يتم أوتوماتيكيا. أوكي، كل شيء بيتم أوتوماتيكيا وذاتيا ويتم بشكل متزامن، والتحسينات يتم الآن على مستوى البشر، حتى اتخاذ القرارات ممكن تعملها على مستوى الآلة، بحيث أنه والله بناء على مؤشرات معينة تستخدم الذكاء الاصطناعي أنه هو يتخذ القرار مع العميل. واليوم نقدر نقول والله حتى أصغر منشأة ممكن تبني النظام هذا، ممكن تبدا تستخدم الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات مع العميل بشكل مباشر. طبعا حاله دراسيه سريعه هنتكلم عنها، كيف استطعنا نبني الموضوع هذا مع احدى المنشآت، وبرضه احنا اخترنا منشأة سهله بحيث انه نقدر نشرحها للناس، بس ودنا الناس يشاركونا بشكل سريع الان. يعني نبغى الناس تشاركنا كيف يتم الاستبيان، وكيف يتم الاستبيان بشكل سريع وبشكل خلينا نقول يعني كفاءة عالية وفعالية عالية. أنا بطلب من الأخوة اللي حاضرين معنا إنه يطلع الجوال تبعه بالكاميرا، يعمل سكان الكيوار كود هذا ويمر على الاستبيان. الاستبيان هذا نفسه اللي بنستخدمه مع العميل في بناء التغذية الراجعة. وطبعا سوشي تايم هذا يعني إتس يعني خلينا نقول ساند بوكس تيستينج، فالموضوع ما يأخذ منك فوق 10 ثواني إلى 15 ثانية. حنسيب الباركود
فالمطلوب منكم فقط تعمل سكان وتخش خلال التقييم هذا وتدي الفيدباك تبعك. نفس البيانات هذه اوكي بيتم اخذها ومعالجتها الكترونيا وتحليلها الكترونيا واصدارها الكترونيا وظهورها على لوحه المؤشرات الكترونيا وتكون جاهزه للموظفين الكترونيا وتكون جاهزه للقيادات الكترونيا. فالان Quality 4.0 تفيد منها في المرحلة هذه. إحنا والله كيف نبني المؤشرات هذه وكيف نبني التزامن والسرعة في التقييم. أنا أعرف إنه والله على مستوى خلينا نقول تويزر مؤسسة على مستوى التقييم كثير من المقيمين يبحث عن ثلاث نقاط في الأداء. أقدر أقول ثلاث نقاط اليوم غير كافية غير كافية جدا. الأداء اللي صار أمس أو أول شهر الماضي غير كافي. إحنا نبغى الأداء الحالي. ممكن العميل تبعك يكون عندك في المنشأة ومعلوماته وصلت عندك وهو لسه في المنشأة، بالتالي تقدر كيف تعالج كثير من الأمور. هذا مستوى الأداء اللي هنتكلم عنه. توقع أنه الآن معظم الناس اوريدي عملوا التقييم، التقييم سريع. طيب هذه الوحدة، هذه الوحدة المؤشرات اللي تصدر عن التقييم زي هذا. نتكلم والله عدد التقييمات 104، نسبة الإكمال التقييم 88% تقريبا. هذه نتائج نتائج السيرفي دكتور؟ لا طبعا هذا لانه هذه حاله دراسيه، بس اقدر اقول لك انه هذه احنا تطلع عندنا النتائج اللي الان وصلتنا تطلع عندنا بالشكل هذا مباشره جدا بالتحليل بكل حاجه. اوكي يبدا معنا مؤشر رضا العميل، يبدا الحساب بشكل مباشر. اوكي كم بالنسبه اوت اوف 5، يبدا عندنا والله كم سعيد كم غير سعيد، يطلع عندنا مؤشر الجهد كم الجهد عنده مرتفع غير مرتفع، ويبدا عندنا مؤشر الولاء والترويج. فبالتالي احنا نعرف بالضبط وبدقه. ولاحظ عندك الاسهم هذه الصغيره، هذا يعمل لك مقارنه مع الفتره السابقه، فانت تعرف بالضبط انت والله هل انت افضل من الفتره السابقه ولا اسوء من الفتره السابقه. طيب دكتور امامك 8 دقائق اوكي ان شاء الله كافيه. اوكي فمثل ما قلنا انه المؤشر الولاء مؤشر استراتيجي هذا على مستوى القيادات، مؤشرات اخرى على مستوى باقي الادارات التشغيليه، بس هذا اللي بيطلع عندك او عندنا في كلوحه مؤشرات اول ما يتم التقييم. ولاحظ الموضوع مباشر دائما. الامر الاخر انت تكلمت عن متطلبات العميل الرئيسيه اللي تكلمنا عنها اللي هي الجوده والضيافه والسرعه والدقه والقيمه والنظافه، صح؟ الان ظهرت لنا بشكل مباشر اول ما تم التقييم. ففين شايف المشكله حاليا بناء على النتائج هذه باشمهندس؟ هذه نتائج القياس اللي دوبه انعمل. لا نبغى عمد عندنا على السيستم، بس احنا نبغى نديكم الحاله الدراسيه لانه في كمثال يس كمثال. هذه الان الحاله الدراسيه فين شكل الاشكاليه؟ نعم وجهه نظري نلاحظ انه في مشكله في السرعه، يعني انه العملاء بتشتكي من تباطؤ تقديم الخدمه. نعم في مشكله في السرعه، في مشكله في الضيافه، مشكله في القيمه. وجهه نظري انا مشكله في كل مكان، لانه خلينا نفكر فيها. 4 من 5 عباره عن ايش؟ عباره عن 80% ترى. تمام. 3.5 من 5 عبارة عن 70%، 2.8 من 5 عبارة عن 60 أقل 60%. فرسوب لاحظ أنا عندي في الجودة حاطط 4.8، هذا الهدف اللي بنحطه للمنشآت 4.8 تتكلمت عن 98% مستوى أداء، وهذا الهدف. أوكي فهدف جدا بعيد، بس مع التحسين يتم الوصول له. خلينا نتكلم، إحنا الآن عندنا مشكلة في السرعة والضيافة والقيمة هي المؤشرات لها لاجنج على الباقية. خلينا ننظر والله كمان للآراء اللي جات. هذه الآراء اللي جات لاحظ آراء تجي بالتفصيل بالشكل هذا. لاحظ يديك كل شخص أدى تقييم بدي كمان الكومنت سبعه أو بدي كمان رأيه، قالك والله وبدي كمان سكور حقه، سكور حقه سواء كان كجهد أو بروموشن أو ساتسفاكشن، وبديك رأيه. لاحظ هنا يتكلم عن إيش؟ موظف 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 موظف. الموضوع كله في مشاكل في الضيافه، رايت؟ ولاحظوا انه في كمان تاجنج سيستم فريندلي سبيد كواليتي سبريد، هذه كلها بتتم اوتوماتيكيا. في الان عارف بالضبط الان فين المشاكل صايره بشكل اوتوماتيكيا. نحولها لتشيك شيت بشكل بساطه، بشكل بسيط جدا. خلينا نقول هذا تقييم شهري. الان عندك اعلى المشاكل فين، هنا. خلينا نحولها كمان من الجودة كهيستوغرام، هيبين معنا في الهيستوغرام والله فين المشاكل. هلاقي عندنا والله الضيافة والسرعة، هل انتهينا هنا؟ لا، واضح ان الان عندنا مشكلتين. خلينا نحول الهيستوغرام كمان، يعني نبدأ نشتغل على الكلام اللي ذكره
دكتور عيشوني في أول محاضرة والأخوان أمس اللي هو كيف نستخدم السبن كوالتي تولز. الآن نحول الانستغرام إلى بريتو تشارت. أحسنت. الآن عبر البريتو تشارت باشمهندس 80-20 فين ممكن فرصة التحسين تكون؟ كيف 80-20 بركز على 20% اللي تدينا 80% في النتائج. احنا نشوف الآن الضيافة والسرعة أكبر مشكلة عند المطعم هذا، مطعم ترى شهير هذا كبير، فعنده مشكلة على مستوى الضيافة والسرعة. الآن مباشرة نخرج من الموضوع هذا إنه والله أحتاج عندي مشروعين، مشروع التحسين أو شيء على مستوى الضيافة، تحسين استقبال وخدمة العملاء وسرعة الخدمة، تحسين وقت الخدمة. الآن سرعة الخدمة تتكلم أنت والله عن أكثر من عملية، من عملية بداية التحضير إلى عملية الطبخ إلى عملية التغليف إلى عملية التقديم، ففي أكثر من عملية. فهذا مشروع سيكس سيجما، مشروع كبير ما زال شغال. خليك مع الضيافة. الضيافة أمر سهل ممكن يتم عبارة عن كويك وين، وممكن يحسن لنا كثير من المعايير هذا، صحيح؟ فالضيافة تمت، إن والله تم معايشة الموضوع هذا مع الموظفين، تم التدريب، تم مراجعة الأخطاء، وتم حط بعض السياسات الممنوع استخدام الجوال أثناء العمل، لأنه كثير من الناس هنتكلم عن الجوالات، إنه الكاشير يستخدم الجوال أثناء العمل، ومنقوم مركز مع العملاء. فتم التحسين على مستوى الضيافة خلال أسبوع واحد، تم التحسين. الآن إيش نتائج التحسين هذا؟ لاحظ إحنا نتكلم فقط تحسين الضيافة، نشوف الآن نستعرض النتائج. هذه الفيدباك اللي جات بعد التحسين، لاحظ النتائج مباشرة، الكومنتس اللي جات على الضيافة، وكيف إنه والله فقط مجرد اهتمام الموظفين بالعملاء قلب التجربة العميل إلى تجربة جدا سعيدة، وخلى العميل يحطها بشكل واضح إنه والله حتى لما المنتج سيء في الفقرة الأولى أو في التقييم الأول قالك بس بسبب إنه والله الأخت كانت متجاوبة، فأنا ممكن أتغاضى عن اللي عندي مشكلة في العصير. مو بس كده، إحنا ركزنا فقط على الضيافة هنا وحلينا الضيافة الآن، وصارت مشاكل الضيافة نزلت بشكل جدا كبير، وهذا تقييم الشهر اللي بعده. أوكي، لاحظ الآن التحسين صار على مستوى الضيافة 85% على مستوى الضيافة. الآن يسألني واحد طب إيش دخل الجودة، ليش الجودة قلت وليش القيمة قلت وإيش دخل القيمة، القيمة ما تأثرت. أقدر أقول لك إنه الآن تحسين وسرعة قلت، الآن لما تحسن التجربة الناس تبدأ تتفاعل، يشوف والله أنا ما أخذ تجربة عالية القيمة بشوفها والله مناسبة، لأنه أخذ تجربة أفضل بأخذ خدمة أفضل، وبشوف القيمة ما فيها إشكالية. بس لما أخذ تجربة سيئة فبأنظر، أبدأ بنظر للقيمة، والله أنا دفعت مبلغ كده تجربة سيئة وخدمة سيئة، لا معناته أنا صراحة ما أخذ قيمة جيدة. بس لما أخذ تجربة جدا قوية متميزة، فالناس تبدأ تشوف إن القيمة مناسبة. بس حكاية على السرعة، تبدأ الناس تتغافل عن باقي الأخطاء. طبعا بشكل الآن سريع، أنا إيش اللي صار من شهر سبتمبر؟ لاحظ مستوى السعادة كان عندنا الأصفر أكثر شيء والأخضر قليل، شهر أكتوبر بدأ الأخضر يزيد، شهر نوفمبر إلى الآن كله أخضر، وشوف الآن من 3.45 إلى 4.5 التحسين تم. ونتحدث عن فقرة بسيطة جدا، هو فقط تحسين الضيافة والخدمة مع الموظفين، ما دخلنا على مستوى سرعة العمليات. على مستوى الجهد، ارتفع الجهد من 4.21 إلى 5.75، طبعا 5.75 out of 7 لأن في الجهد عندنا من 1 إلى 7. يمكن في الأخير موضوع مؤشر ترويج الولاء، نفس حكاية، ترفع الأحمر اللي فيه موضوع الناس تتكلم بشكل سيء عن المنشأة اختفى بالكامل، والآن صرنا نتكلم عن مستوى 50. مستوى 50 في النت بروموتر سكور جدا مرتفع بالمناسبة. النت بروموتر سكور ممكن يكون ماينس 100 ممكن يكون بلس 100، 50 جدا متقدم. بشكل عام تطوير محرك النمو والتفوق المؤسسي عمل بناء ثقافة التميز على سعادة العميل وتحسين التجربة جدا جدا مهم. هذا يعني منظومة نفكر فيها ونشتغل عليها، إنه والله كيف نبدأ بالقياس، نطور مطالبات العميل، نحدد المؤشرات، تصميم الاستطلاعات، تطوير تجربة العميل، التركيز على سعادة العميل بتحقيق التريبل 100 100% خدمات ومنتجات تجربة العميل بطبق المعيار 100% وقت تحت 100 وظيفة العمل. هذا بيؤدي إلى الناس تديك بوزيتيف، أو خلي أقول لك بوزيتيف ريكومنديشنز،
وهذا حيزيد مستوى العملاء عندك. نرجع للمنظومة الأساسية، إنه هذه المنظومة ممكن تحقق بشكل سهل على أصغر منشأة وعلى أكبر منشأة. حيكون عندك والله قطاعات تبني نفس الفكر، كيف تبني القيادة مع العمليات موظفين أساس تديك الناتج هذا. وأختم بهذه الشريحة وديكم ألف عافية، وده هي أحد عندي سؤال فتفضلوا. من ناحية الأسئلة الله يعينك دكتور، الأسئلة حقيقة جدا كثيرة، نحاول بشكل سريع ناخذ يعني إن شاء الله أغلب الأسئلة بس عشان محدودية الوقت. عندنا الأخ حامد يقول: دوما نقابل مشكلة كمدراء جودة مع التنفيذ، الظاهر أنه يقول أنه يعني يبغوا أو يحتاجوا سرعة إنتاج ويغضوا الطرف عن الاهتمام بالجودة بسبب مسؤولية الإدارة. إيش تعليقك دكتور؟ هذا للأسف الواقع في كثير من المنشآت، يعني يبغى سرعة إنتاج، يبغى فروع أكثر، يبغى توسع أكبر بغض النظر عن الجودة. بس لو نجي ننظر له، إحنا أدينا مثال واضح الآن كيف إن والله بفروع أقل بإنتاج أقل أنت متفوق بأضعاف أضعاف عن الناس اللي شغالة بشكل أكبر. لاحظوا أنت ما بتحافظ على العميل، أنت لما منتجات خدماتك تكون سيئة أو غير موافقة لتوقع العميل أنت بتخسر العملاء، فأنت بتزيد يعني بتزيد الأمر سوءا. وللأسف إحنا ليش رجعنا للموضوع، ذكرنا بداية إنه فكر قيادي قبل أي حاجة عشان لا ينضل مدراء الجودة. وأنا أشوف الآن اللي صار مدراء الجودة أكثر ناس مظلومين في الموضوع هذا في الشركات، لأن هو اللي صار هو المسؤول عن شغلة مي بيده. مثل ما قال دكتور ديميك، الجودة تبدأ من غرفة القيادة وليس من غرفة مدير الجودة. جميل، الله يعطيك العافية دكتور. عندنا الدكتور حسين يقول: ماذا عن القطاع الحكومي والخدمات الحكومية؟ يقول تحديدا، وسؤال جميل، ما هو الربح الحقيقي في القطاع الحكومي؟ يعني اليوم نحن لما نطبق معايير الجودة والتميز المؤسسي في القطاع الحكومي، إيش الربح الحقيقي في القطاع الحكومي؟ تفضل دكتور. احنا ذكرنا إيش الفائدة تحصلها على القطاع الحكومي، أوكي، وذكرنا أنه والله كيف الثقة اللي تتم في الجهاز الحكومي من العملاء بيزيد، كيف والله أنه الأخطاء بتقل. وشغلة مهمة لما تقل الأخطاء إيش بيصير، أنت تتكلم عن بيئة عمل جيدة، الموظفين حيعيشوا في بيئة عمل جيدة، وهذا ترى فائدة مباشرة على الموظف. لما يكون في جهاز حكومي أخطاء جدا كثيرة، الضغط حيكون على الموظفين ترى، بل قد يصل أنه يصير له outsource. انظر لقطاع المرور، صار اوت سورس لبعض القطاعات داخله. ليش؟ لانه في اخطاء. فالان ما في احد بعيد عن الاوت سورس الان. فيس على مستوى الجهاز الحكومي، انا اقول لك انك انت لما تعمل بتميز وتعمل مستوى عالي، انت اول شيء كموظف حتعيش في بيئه جيده، بيئه جاذبه، الكل يطلع للعمل في البيئه هذه والكل حيكون سعيد. وترى احنا دائما نتكلم عن تريبل وينز، وين على مستوى العميل انه يحصل على جودة خدمات بشكل صحيح دائما، وين على مستوى المنشأة انه دائما تحقق اعلى عائد من الخدمة، وين على مستوى الموظف انه يكون عايش في بيئة نظيفة، بيئة جميلة، بيئة فيها تعلم، بيئة ما فيها مشاكل. وهذه بحد ذاتها ترى نادرة في الزمن هذا. جميل. في الاخ وليد يقول: شكرا على المقارنة بين المطاعم ودخلها وخدمتها. يقول: هل متاح نسبة الربحية عندهم؟ قد تكون نفقات المطاعم الأعلى دخلا كبيرة جدا للاهتمام بالعملاء. إيش تعليقك دكتور؟ على العكس، على العكس، هذه المطاعم مارجن حقها جدا عالي، وسبب إنه متوسط دخلها ضعفين أو ثلاثة أضعاف المنافسين إنه مارجن حقها جدا عالي، لأنه ما عندهم أخطاء. كل ما يزيد أنت عندك الأخطاء، كل ما المارجن عندك يقل. فعندنا دراسات أخرى وهذه ناس اشتغلنا معهم، أربع أضعاف الربح، يعني أكثر كم من تشيكفلي، بس إحنا حابين نجيب براندز معروفة. أنت لما تشتغل بتميز تتكلم عن 100% المخرجات تبعك، فبالتالي ما عندك هدر، فالمارجن أعلى بكثير. وهذا اللي يخلي بعض القطاعات ما تخرج للستوك ماركت. العملية تشيكفلي هو الشركة الوحيدة اللي مين في الستوك ماركت. ليش؟ لانه الاونر بيقول انا ما احتاج ستوك ماركت، ما احتاج سيوله، انا اريد عندي سيوله اكثر من احتياجاتي. فلا ابد وهذا اشكاليه صراحه، يمكن كويس نطرحها، لازم نحلها عند مستوى القيادات، انه يتوقع انه والله لما تصل مستوى التميز انت بتنفق اكثر. على العكس، انت بتوفر اكثر، بتربح اكثر، بس هذا نحتاج نعالجه على مستوى القيادي.
جميل. في مداخلة لطيفة نحتاج تعليقك عليها دكتور من الأخ عبد المجيد، يقول عشان يتبنى جميع الموظفين خدمة العميل بشكل احترافي لابد من الاهتمام بالموظف وتلبية احتياجاته وتخدير عمله ورسم مسار وظيفي واضح لضمان ولائه لهذه المنظمة. أحسنت. نعم، لاحظوا إحنا الآن في ندوة، ما إحنا في ورشة عمل. ورشة عمل نفصل في الموضوع هذا يومين، على الموظفين يومين، يمكن ضعف أي ورشة عمل تحسين عمليات. فعلا نحتاج الموظف هذا من بداية اختيار الموظف للوظيفة إلى تقاعد الموظف إلى خروج الموظف. الموظف مرسوم له خطة عمل كبيرة جدا، من اختياره بشكل صحيح، من تأهيله بشكل صحيح، من تدريبه بشكل صحيح، من متابعته بشكل صحيح، وإعادة تأهيله أثناء العمل ودعمه إلى نصل للمتوج العالي. وفي شغلة جدا مهمة، إنه ترى الموظفين عندنا بالذات الشباب اليوم هذا، ترى الناس تعمل بقوة، الناس تعمل بقوة، تحتاج بيئة حاضنة، تحتاج قيادات فاهمة، وتحتاج ناس فعلا توجههم أساس إنه يصل لهم كيف لأعلى مستوى أداء. جميل. في عندنا الأخ محمد عزمي يقول موضوع رائع وطرح تطبيقي مثمر جدا، شكرا جزيلا دكتور محمد. يقول أحب أستغل يعني خبراتك في موضوع جوائز الجودة العالمية، كيف ممكن نقيس أداء الإدارة العليا من ناحية كونهم القدوة في النزاهة والحرص على إسعاد العميل من قلوب القيادة وجميع العاملين؟ والله القائد الحريص هو القائد اللي يعمل بنفسه على ويكون حريص على البلوغ والتميز. أنا أقدر أقول لك فهم كيف، وإحنا عشان كده نقول والله يعني من بين كل 10 قيادات في قيادي واحد متميز. ليش؟ لأنه لو تيجي تنظر السوق بالفعل في منشآت قليلة متميزة، وخذها قاعدة، منشأة متميزة يوازي قائد متميز، منشأة غير متميز يوازي قائد غير متميز بكل بساطة. فالقيادة الحريصة على التميز هي القيادة تصنع التميز على أرض الواقع، وليس القيادة اللي تدخل في مع جوائز التميز وتخرج بجائزة وبغير جائزة من غير تميز على أرض الواقع. جميل. اليوم نحن بنتكلم عن إسعاد العميل، عن رضا العميل، عن يعني رغبات العميل. أيضا نحن نسعى في المجلس السعودي للجودة لإرضاء العميل. الأستاذة دانيا ياريت شالكينا سلايد الخاص بتقييم المحاضرة والمدرب، وحنستكمل الأسئلة. ياريت من الأخوان يخشوا على التقييم بعد استعراضه ويشاركونا آراءهم ووجهة نظرهم. طيب نستكمل دكتور، الله يعافيك. عندنا الأخ ما ذكر اسمه يقول في حال وجود منتج متميز عن المنافسين بالسوق وخدمة عملاء متميزة، لكن يقول السعر اللي أنا طارحه مقارنة بالسوق أعلى في التكلفة، تمام، وبالتالي ضعيف للأسف، كيف ممكن أحل هذه المشكلة؟ طيب سؤال جدا جميل وجدا مهم. الأخ ما ذكر اسمه. حسب آخر قياسات يقول لك إنه الناس مستعدة تدفع، أو 86% من الناس مستعدة تدفع بريميوم، تدفع أكثر لمنتج ممتاز بتجربة ممتازة. بس لازم والله يكون عندنا يعني ضابط الموضوع هذا لمستوى باقي السوق. يعني ما تقول والله أنا عندي زيادة 20% 30% مقبولة، بس والله زيادة عندي 100% عن متوسط السوق، فعندك إشكالية. ما بقول لك والله نزل سعرك، لا، إذا عندك منتج ممتاز وخدمة متميزة ممكن تبيع بسعر أعلى. وهذا البريميوم اللي بيصير الريتز كارلتون، أغلى فندق على مستوى العالم تقريبا الريتز كارلتون، بس من أنجح الفنادق في العالم. ليش؟ لأنه صنع ولاء عنده عالي جدا عند فئة معينة، وأنت أكيد ما وضعت السعر هذا إلا عندك تستهدف يعني فئة معينة. وهنا تيجي موضوع والله تبدأ تعالج، هل تستهدف السوق كامل وتستهدف في طبقة معينة؟ فإذا كنت تستهدف السوق كامل معناته لازم تعالج موضوع الأسعار، بس إذا تستهدف أنت والله طبقة معينة هو أنك أنت تبدأ تواصل يعني. جميل. في سؤال من الأخ محمد عزمي أيضا يقول ما علاقة تجربة العميل بالاهتمام والتركيز على اندماج وسعادة الموظفين؟ أوه سؤال جميل. جوابه باختصار، عشان تحصل على CX تحتاج EX. CX اللي هو الكاستمر اكسبيرينس، تجربة العميل. الـ EX هو الـ Employee Experience أو تجربة الموظف. عشان تصنع
تجربة عميل متميزة تحتاج تكون عندك تجربة موظف متميزة حقيقة. يعني من واقع تجربة مع كثير من المنشآت اللي شفتها، المنشآت اللي العميل الموظف فيها سعيد في عمله، الموظف فهم كيف متوفرة عنده كل الأدوات، الموظف اللي تم تدريبه، الموظف اللي تم تأهيله، أوكي، هذا الموظف سعيد بيأدي وبيقدم تجربة عميل متميزة. في المقابل موظف غير مؤهل، غير مدرب، ما عنده العملية الصحيحة، ما عنده الأدوات الصحيحة، حتى لو موظف هذا كان مجتهد ويبغى يقدم شيء ممتاز، بعد فترة حينزل لمستوى النظام السيستم، لأنه في الأخير هو السيستم، مستوى السيستم هو اللي حدد مستوى الموظف وليس العكس. من هذا الباب تلاقي والله موظف يكون مستوى خلينا نقول سيء في منشأة أو بيئة، يروح منشأة تانية مستوى يعلى، مع أنه نفس الموظف يسكر حاجة، لا، لأنه بيئة العمل ونظام العمل هو اللي رفع مستوى الموظف. أتفق معك، يحتاج الموظف أدوات، وتحتاج الموظف تدريب، ويحتاج أن الموظف يكون عنده خلينا نقول تجربة جيدة كموظف سيصير يدي تجربة وتميز العميل. جميل. أحد الإخوة برضو ما ذكر اسمه يقول: هل كثرة الشكاوى من الموظفين لها علاقة بطبيعة المجتمع الذي يحمل الأفراد مسؤولية الأخطاء، بينما كثير من المرات تكون المشكلة في السيستم؟ وأبسط مثال عليها بطء السيستم، المنتج مو متوفر إلى آخره. ويتكلم الآن عن الأفراد اللي في المواجهة، هم يلاموا الأفراد اللي في الكيان النفسي في المواجهة، مع إنه الموضوع في السيستم، في خلينا نقول في الاي تي ولا في الباك اند، اوكي. هذا اللي خلينا نتكلم عن منظومه العمل ككل، مو والله مجرد والله انا اعمل برنامج على مستوى خدمه العملاء واطور اقول لهم والله يلا شباب قدموا لنا خدمه متميزه، لا، هذا يكون عباره عن سيستم متكامل. هذا اللي خلانا نتكلم والله في البدايه اول سلايد، انه كيف احنا نبني التميز على مستوى العمليات، على مستوى الموظفين في الباك اند، على مستوى الاوبريشن، على مستوى وكيف احنا ليش احنا بنشارك النتائج على لوحه المؤشرات مع جميع القطاعات. يعني في الاخير الاي تي لازم تفهم والله مطلبات العميل، السبلاي تشين لازم تفهم مطلبات العميل، التسويق لازم تفهم مطلبات العميل، الناس اللي في المواجهه مطلبات العميل، الكل اذا فهم ايش هي مطلبات العميل الكل حيبدا يؤدي بنفس الاداء المطلوب. واتفق معاه، وهذا سبب المشكله دي انه في عدم فهم اجين في القمه. احنا ترى نوصل لمستوى انه مطلبات العميل ذكرتها باشمهندس هذه الستة نربطها مع كل وظيفة، مو كل وظيفة بس مع كل التاسك، حيث انه الموظف يقدر يقول والله انا اسعد العميل عن طريق وظيفتي بالشكل هذا. اديك مثال، انت تعرف والله انه كيف الموضوع مهم، وقد يصل الى مستوى النظافة، عامل النظافة لما تسأله في الشركة المتميزة كيف انت تؤدي تجربة عميل متميزة، يقول لك انا نظافة المكان احد متطلبات العميل، بالتالي انا لما انظف المكان العميل تم تلبية احتياجه، بالتالي العميل يكون سعيد. هذا الربط اللي احنا نتكلم عنه، كيف انه يتم الربط بشكل متكامل مو فقط عند منطقة معينة. جميل. الاخت ايمان تقول شكرا على هذا الطرح وهذه المادة العلمية المتميزة. تقول عندي سؤال: كيف أقدر أخذ أكبر عدد من استطلاعات الرأي، تمام، بخلاف موضوع الباركودات؟ لما تقول الباركودات غير مجدية، بعض المنشآت الحكومية ما تتوفر فيها أجهزة، أعداد الزوار كبير جدا، جنسيات مختلفة، لغات مختلفة، فتقول بالتالي عندنا مشكلة إنه كيف نوصل لأكبر عدد ممكن من استطلاعات الرأي من غير طريقة الباركود و السيرفي الإلكتروني. طبعا في وسائل كثيرة، احنا اليوم حطينا باركود فقط لأنه البيئة اللي احنا جالسين فيها الآن مهيئة للموضوع هذا، بس في طرق كثيرة. في الباركود وطريقة واحدة عبر الإي بي، طريقة ثانية عبر الإس إم إس، طريقة ثالثة عبر التقييم الفيس تو فيس، طريقة رابعة، يعني في طرق كثيرة. أتذكر في ديزني عند البوابة ناس بالآيباد يجي بشكل عشوائي يكلم اي احد وياخذ مع التقييم. يعني في طرق كثيره كنت ممكن تاخذ التقييم هذا، بس شغله جدا مهمه، انت مو لازم تحصل على تقييم 100%، يعني ترى عدد مناسب قد يوصل الى 10% كافي، ترى يعني انت تقدر تحصل على نفس من بيانات كافيه، تقدر تحدد على اساسها فين نقاط التحسين، فين الخلل، وتبني على اساسها.
بس في طرق كثيرة، والآن مع التقنية ممكن تبني الموضوع هذا بشكل جدا سهل. بس الفكرة كلها في التبسيط، لا تدي يعني تقييم من 40 سؤال وتوقع واحد حيحل لك. يعني احنا اليوم عملنا التقييم، انا اقول لك كم يعني 10 ثواني، وفعلا ترى هذا اللي بنأديه. ليش؟ لأن فهمنا متطلبات العملاء وركزنا عليها، بالتالي التقييم صار سريع وبطيء، او سريع سريع وبطيء، سريع وسهل، فاي احد ممكن يقيم هو حتى كمان في السياره. تمام. طيب واضح، شكرا دكتور. الاخ احمد عسير يقول ما هي افضل طريقه لعمل استبيان تساعدني على استجابه العميل؟ يعني يقول اليوم كيف اعمل استبيان العميل يستجيب معي بشكل واضح وبشكل سريع. شوف، موضوع الاستبيانات موضوع جدا حساس ومهم، انه لازم نبني استبيان بشكل صحيح. احنا اليوم يعني اتكلمنا بشكل عام كيف نبني الاستبيان، بدانا من فهمنا لاحتياجات العميل، فهمنا لرحلة العميل، وبنينا الأسئلة بالشكل السهل هذا. يعني الناس اللي دخلوا على الاستبيان هذا، ترى هذا الاستبيان أي أحد مطعم ممكن يستخدمه، وإحنا النظام كله يعني فهم كيف بيتوفر، بيديك حتى كمان التحليل بشكل كامل. فكرة كلها كيف يكون الاستبيان سهل ويديك actions، ما تبي تحصل على معلومات ما تساعدك على كنت تختار تعمل عليها actions. Otherwise انت صارت عندك بيانات بس ما عندك information. وهذه في كلمة حلوة كثير من المنشآت عندنا نسميهم يعني data rich information poor، عندهم حجم بيانات ضخم بس ما عندهم information، ما عندهم معلومات تساعدهم اتخذ قرار. لا، احنا نبغى بيانات نقدر على اساسها نطلع المعلومات اللي تفيدنا اتخاذ قرار. فتبسيط هو الفكرة. جميل، شكرا دكتور، الله يعافيك. الاخ متعب يقول ما هي نصيحه الدكتور لاستمراريه واستدامه التحسين على مدى الطويل مع اعتبار تغيير القيادين بشكل مستمر وبالتالي تتغير السياسات والانظمه؟ والله شوف، يعني هذا سؤال حساس. تغيير القيادين بشكل مستمر هذا معناته ما في استابيليتي. يعني انا اقدر اقول لك معظم الشركات اللي فازت بالجوائز البولدريج، يعني المعميه الريتز كارلتون الفندق الوحيد في العالم اللي فاز بالبولدريج مرتين. الناس تجلس 10 سنوات 20 سنه بس تجلس لبرضه التحسين، في تحسين مستمر. التغيير المستمر للقيادات هذه في مشكله كبيره، واتوقع سبب التغيير انه ما في يعني نتائج جيده. بس نعم، هذا بيعمل خلط الأوراق، بيعمل خلط الاستراتيجيات، بيعمل خلط الأهداف، فصعب تبني تميز مؤسسي على تغيير كبير للقيادات تغيير سريع. يعني هذا مستحيل الحل، مستحيل تصل التميز. الله المستعان، الله يعطيك العافية دكتور. الأخ أحمد يقول في دراسة لحالة المطاعم عندما تكون النتيجة جودة الخدمة من حيث تقييم التعامل واحترام العميل وتنفيذ السرعة والتعبئة والتغليف، لكن جودة المنتج النهائي غير ما كان يتوقعها العميل، يعني إيش تعليقك دكتور على حالة زي هذه مثلا؟ يعني اليوم أحد مقدمي الخدمة بيقدم بسرعة، التغليف ممتاز، الخدمة ممتازة، التعامل ممتاز، كل شيء تمام، لكن جودة الخدمة ما هي الشيء المأمول. بس جودة المنتج. نعم. جودة المنتج. لاحظ ال 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 الوقت هذا الإنتاج أصبح يعني أسهل شيء كجودة مع التقنية الموجودة حالياً على مستوى العالم. المشكلة ما صارت في جودة المنتج، هي جودة الخدمة. فإذا أنت عندك مشكلة في جودة المنتج والخدمة ممتازة، فهذا حلها سهل إنك أنت تضبط المنتج. لما قلت المنتج، ما أقول لك أفضل أعمل غير المنتج بالكامل، لا. كثير من الناس عندهم مشكلة إنه والله المنتج يكون consistent، يكون متساوي. أديك مثال، ليش في زحمة عند ماكدونالدز؟ جميع أنحاء العالم، أوكي، وفي منافسين له في كل مكان. قوة ماكدونالدز في السيستم حق التشغيل اللي يديك المنتج حقه ثابت، طعمه ما يتغير. هل منتج ماكدونالدز ممتاز؟ لا، غير ممتاز، بس انه ثابت. انا اشتريته امس، لو اشتري اليوم واشتري بكره نفس الطعم، نفس الشكل، نفس الحجم. هذا حيتكلم عن جوده بالشكل هذا، ما يتكلم عن جوده انت والله تغير المنتج بالكامل. لا، العميل اذا جاء اشترى من عندك
ورجع لك مره ثانيه اعرف انه مشكله في المنتج، اعرف انه ما عندك مشكله في المنتج ابدا، الان فقط تحتاج تحسن الخدمه بس مع ثبات في المنتج. لازم المنتج يكون ثابت ما يتغير، وهنا نتكلم عن جوده انه في ثبات في المنتج. جميل جميل. الأخت فنان تقول شكرا على الطرح وشكرا على المحاضرة المتميزة. تقول حابة أسأل إذا شركة تقدم خدمات وليس منتج، فكيف يعني تقول كيف دائما الشركة تحرص على أن تكون الخدمة الموصلة هي نفس الخدمة المتوقعة من الزبون، وخاصة إذا كانت الشركة في بداياتها أو شركة جديدة؟ جميل. مثل ما ذكرنا يعني احنا اليوم عملنا سيناريو كامل، بدأنا والله ايش يبغى العميل، وفهمنا انه والله العميل يبغى 6 المطلبات الاساسيه في المطعم هذا. اتوقع انكم تبداوا من المنطلق هذا، العميل ليش يجي عندكم؟ عنده متطلبات، والان نبدا نعالج المتطلبات هذه. المفروض نبدا على مستوى العمليات وعلى مستوى الموظفين، ونبني البنيه التحتيه اللي تدير المخرجات. في الاخير تبي مخرجات ثابته ما تتغير. أسوأ شيء إنه والله اليوم أنا أروح ألاقي خدمة بالشكل هذا، بكرة أجي ألاقي خدمة مستواها أقل. هذه مشكلة كبيرة. أنا أديك مثال. أنت اليوم باشمهندس لو أنت عندك موعد في الرياض الساعة 9:30، موعد جدا مهم، وفي رحلة تطلع من جدة توصل الرياض الساعة 8، يعني عندك 1:30 من وصول الرحلة إلى توصل موعدك هناك. هل تطلع رحلة الساعة 7 هذه توصل الساعة 8 ولا تطلع قبلها بيوم؟ المفترض اني اطلع قبلها بيوم حرصا على تجنب الريسك. ليش؟ لعدم وجود الثقه. لازم وجود الثقه. اوكي بالضبط. وشوف كيف انه والله عدم الجوده وعدم تقديم خدمه متميزه على مستوى العميل وساعات العميل مو بس ادت على وجود ثقه، خسرتك انت وعملت خسائر على مستوى ترى كبير جدا. لما كل شركه تشتغل بمستوى اداء متميز، شوف حجم السعاده اللي يصير. انا اتعامل مع شركه فلانيه وصار في خطا، الكل يرحب بيك والكل والله يساعدك، تخرج عنده سعيد، روح المكان الفلان تخرج عنده سعيد، مكان الفلان تروح سعيد. انت ترى هذا الشعور بالسعاده هذا اللي يصنع فهم كيف البيئه الجيده، مو يقول لك ادفع بعدين اشتكي، هذا ما يصنع فهم كيف سعاده ابدا. جميل. الاخ عبد الله يقول هل يمكن تطبيق هذا البرنامج على مستوى المنشآت الصحيه؟ اسمح لي بمداخله قبل، ما ابغى ارد عنك يا دكتور، لكن بمداخله بسيطه، الجودة والتميز ما هي حكرة على أي تخصص ولا أي منشأة ولا أي قطاع ولا أي تخصص. الجودة والتميز مطلوبة في جميع التخصصات، في جميع الكيانات، في القطاع الحكومي، في القطاع الخاص، في القطاع الخيري. الجودة ما هي حكرة على تخصص يعني معين. تفضل دكتور. أحسنت. بالعكس، حتى كمان القطاع الصحي من أجمل القطاعات لأنها مبنية على البشر والتعامل البشري. ولسه أمس نشرنا انه القطاع الصحي اكبر قطاع يعني موثوقيه عند الناس، الناس تصدق القطاع الصحي وعمل القطاع الصحي بشكل اكبر بكثير. فنعم ينطبق، كثير من الشركات الصحيه فازت بجائزه تميز وحققت نتائج جدا متقدمه بالتاكيد. تاكيد. تمام دكتور، الاسئله كل ما لا بتزيد، حناخذ اخر سؤالين ونختم. تمام. الاخت صالحه تقول حابه اسال ايش هو الزمن المناسب في نشر استبيان قياس رضا العميل؟ هل يكون بعد تقديم الخدمة مباشرة ولا بعدها بفترة زمنية معينة؟ احنا كنا نتكلم عن الموضوع هذا، واحنا نتكلم الآن تقييم متزامن، يعني في تقييمات تتم نهاية الخدمة بشكل مباشر، وانا دائما احرص والله ان يكون التقييم يعني مستمر. ما بعمل تقييم مرة كل كوارتر ولا مرة كل 6 شهور، لا تقييم مستمر على طول، لأن البيانات دي كلها نحتاجها. بس يتكلم عن الترانزاكشن، نعم في بيانات تتكلم عن مستوى الترانزاكشن، ما تتكلم عن مستوى الاكسبيرينس ككل. يعني أنا والله عندي الآن تجربة إن أنا بروح البنك، رحت سويت شغلة والشغلة ما انتهت، بس هرجع كمان تاني ونكملها. فأنت عندك الشغلة الأولى دي، هذه الترانزاكشن ممكن تعمل لك تقييم على مستوى الساتسفاكشن، ونهاية الشغل ده كله، نهاية كل التجربة ممكن تعمل تقييم على مستوى النت بروموتر سكور. فأنت تشمل فهم كيف الترانزاكشن والمعاملة، تشمل العلاقة ككل في التقييم هذا. جميل. آخر سؤال للأخ فهمي يقول هل هناك علاقة بين العميل الداخلي والخارجي في التميز المؤسسي؟ يعني هل رضا العميل الداخلي ينعكس إيجاباً أو سلباً على العميل الخارجي؟ آه
طيب إذا فهمت سؤال بشكل صحيح، إنه عندنا عميل داخلي، خلينا نقول والله موظفين مواجهة، هذا يعتبر عميل داخلي لموظفين الـ IT مثلاً، لازم الـ IT يخدمه بحيث إنه والله هو كمان يخدم العميل الخارجي. بالتأكيد. وكان عندنا مثال قبل شوية، والله الواحد يروح عند مصلحة يقول له system down. أنا كموظف خدمة مو ذنب إنه system down، هذا في قطاع الـ IT بيخدمني وما أدى الخدمة بشكل صحيح، وهنا تحصل مشاكل إنه والله أنا تقلت معلومات ما بوفر أدوات الصحيحة للموظف الأمامي ذا بحيث إنه والله يشتغل، أو حتى كمان ما دربته بشكل صحيح. فبالتأكيد أفهمي إنه تأثير العميل الداخلي كبير على العميل الخارجي. إذا العميل الداخلي ما حصل على نفس الخدمة، خلينا نقول إنه والله نبدأ التجربة الداخلية بنفس مستوى التجربة الخارجية بحيث إنه والله نحصل على تجربة متكاملة للعميل الخارجي اللي هو مثل يمثل يعني خلينا نقول الهدف الأساسي لنا. جميل. البعض من الأخوة بيسألوا عن موضوع شهادات الحضور، بإمكانكم تتفضلوا مشكورين بمسح الباركود، وواضح في الخطوات اللي تحتاجوها عشان إصدار شهادة الحضور. أيضا نحب دكتور الله يعافيك نذكر من ضمن فعاليات الأسبوع 15 للجودة في المملكة العربية السعودية، أيضا بمحاضرة غدا بإذن الله تعالى في نفس التوقيت الساعة 8:30 بعنوان ابتكار الجودة وجودة الابتكار. متحدثنا حيكون المهندس سامي الحصين. بمناسبة أيضا الأسبوع الوطني 15 للجودة، يعني يسر المجلس السعودي للجودة تقديم خصم 30% على جميع إصدارات المجلس السعودي للجودة. في الرابط للدخول على منتجات المجلس. الحقيقة باسم سعادة رئيس المجلس السعودي للجودة باسم الدكتور عايض العمري، نتقدم بالشكر والتقدير لسعادة الدكتور محمد العميري حقيقة على إثراء هذه المحاضرة وهذا اللقاء بشكل جميل جدا وماتع. الحقيقة حتى في السكشن الخاص بالأسئلة دكتور الكثير من الإشادات بالشكر والتقدير على طرحك الجميل والمتميز، فنقدم لك شهادة شكر وتقدير على جهودك وعطائك المستمر. الله يحفظك دكتور. أديك العافية باشمهندس، وأشكر الدكتور عايض والأخت دانيا من خلف الكواليس، يعني مجهود كبير جدا صراحة تقوموا به، وأشكر جميع الحضور صراحة، يعني فرصة طيبة اليوم نلتقي بكم، وإن شاء الله يكون فينا تواصل إن شاء الله يعني باستمرار إن شاء الله في محاضرات قادمة بإذن الله. بأمر الله. أيضا حضورنا الكرام، أحب أذكركم ببرنامج فعاليات المجلس السعودي للجودة لشهر سبتمبر وديسمبر والمعروض أمامكم. الحقيقة في الختام كل الشكر والتقدير لمتحدثنا المتميز، أيضا كل الشكر والتقدير لفريق الفعاليات الإلكترونية من خلف الكواليس بقيادة وإشراف الدكتور عايض العمري، زملائي المهندس وليد الفارس، الأستاذة دانيا، المهندس سالم باعبد الله، والمهندس حسين الغامدي، والمهندس أشرف باعلوي. هؤلاء الجنود المشهورين من خلف الكواليس لهم كل الشكر والتقدير. سعدنا بكم في هذا اللقاء المتميز، على أمل إن شاء الله أن يتجدد بكم اللقاء في إنجازات ومسيرة مستمرة في مجلسكم المجلس السعودي للجودة. نراكم في أحسن حال وتصبحون على خير.